تبغي ترد الميكرو ديالك الطريقه، كاين واحد السكه داخل هنا، هي شفتيها، هي السكه شفتيها، وغادي نمشيو مع السكه هكا بهذه الطريقه، هذه هكا بهذه الطريقه هذه تتدخل. واحد القضيه خاصك على الاقل بعدا دو يخرجوا، فاش تبرك ما بقاش طلع هذه الفوق، فهمتوا؟ باش هاد البطونه هذه الا كان شي مشكل فيها ما بقاش يحبسها هذا الجنب هذا. واش طلع على كارت مير هكا راه ما غاديش تبقى تشعل مزيان. فوالا اه الميكرو ديالنا ان شاء الله نتمنى يخدم. نردو هاد البياسه لبلاصتها، نديرو بعدا هاد السقطه هادي، هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه هي اللي غادي تكون فوق البطونه، هاهي هي اللي غادي تجي فوق البطونه بهاد الشكل هذا، هاهي شتيها هكا. وعاد نديرو هاد اللعبه ديالها، منين ما سبقتي ماشي مشكل، كتهز هاد المس هذا كضغط عليه واحد الشيء من الفوق من هنا بهاد الشكل هذا. إذا كما كتشوفوا هذا ولا مشدود، شوف شتي بقاش تيطلع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تنتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا فيما كانت شي حاجة عندها علاقة بالإلكترونيك إلا جبتها لكم ولا بليزورديناتور. بغيت نوريكم واحد الميكرو هنا، نوري لكم الطريقة الحلان ديالو ونوري لكم الإشكالية اللي فيه. إذا الميكرو هذا كما كتشوفوا فاش كطلعوه هكا الفوق تيبقى يقطع الصوت. زعما تنتمنى إن شاء الله إلا لقيتوا شي ميكرو بحال هذا راه زوين المسجد، زعما صراحة راه زوين سجيت سون فيل، راه كاينة البياسة ديالو أخرى ما جبتهاش، بحال هادي نوريها لكم. كيما كتشوفو دايرة بحال هادي، غير الأخرى طويلة وعندها لونتين بحال ديال التلفازة، وهادي ديال هاد الميكرو. دابا نهضر لكم إن شاء الله على هاد الميكرو تا هو. هاد الأشياء هادي راه مزيانة للمسجد، وفيهم تا الصوت تيكون مجهد. اذا كما كتشوفوا على بركه الله نبداو ان شاء الله نجيبوا بعدا واحد الحجره، ومن الانواع ديال الحجرات تكون اما دوراسيل اما باناسونيك، مهم تطول واحد شويه. اما النوع ديال داك اللي كيدير 5 دراهم راه ما تتكونش بالزربه كتقاضى. اذا على بركه الله كما تشوفوا الحلان ديالو، الحلان ديال هذا الميكرو هذا بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، بلاصه الحلان بهذه الطريقه هذه، هاي ها هو تحل. اذا كما كتشوفوا كيبان لكم واحد الخيط هنا راه محيد، ضروري الانسان يقلب فيريفي بعدا الميكرو ديالك قبل ما ترمي به، لان راه هاد الميكرو تيكونوا غاليين سون فيل. صافي متفقين؟ اذا كنجيو ان شاء الله لهنا، ان شاء الله كنجيو لهاد البلاصه هادي بالضبط، هنا هاد البلاصه هادي كما كتشوفوا، ها هي هاد الجوه هذا كنبرك على هاد اللعبه هادي، تنحاول ما يمكن نفرسي واحد شويه، نتمنى ان شاء الله تطلع. الا مبغاش تحيد راه كاين واحد السقطه لا ها هي، نبرك عليها هكا ما يمكن نبرك، باش فوالا كنبرك من الداخل. الا مبغاتش تحليك من هنا برك من الداخل. اذا كنجروها هكا هي تحيدات كما كتشوفوا، نوريك الطريقه باش تحلوه باش ما تهرسوش، فهمتي؟ اذا وكنحيدو هاد الكروشي هاد السويتش هذا من الفوق تنحيدو هكا، وكنجر الميكرو ديالي. ها هو كيما كتشوفوا الميكرو ديالي من الداخل، ها هو ندير لكم طوب باش نوري لكم. انا الوسط هو الميت، ها هو دابا صامت، هنا طافي، هنا شاعل. اذا نجربو هاد القضية ديال الشعل حيت هو فاش كاين المشكل، ونصوبو تا الخيط ان شاء الله باذن الله. لا ما تطولوش بزاف ثاني في الخيط، غير شويه باش ما يكونش معيق ثاني بزاف. فوالا البيس، فوالا ندير على الوضعيه ديال البيس، ونجيو لهنا ونشوفوا واش يدوز هذا ولا لا. اذا مزيان كيدوز، شوفوا نشوفوا هاد السويتش الطريقه ديالو كيخدم. كما كتشوفوا السويتش ها هو، الا دخلتو الغبره ولا شي حاجه
حملوا وحاولوا ما يمكن تغسلوه بالتوليو ولا بجيبيتر. وعندي جيبيتر ما ديروش هنا، دير جيبيتر غاشي شويه، تكون الغبره تاع هي ما تدخلش هادو هاد الاسلاك الصفراء كما كتشوفوا راه ما ديال النحاس يتقاسوا صافي. انا ما ظنيتش بان هذا الميكرو نقي، خصنا غير نشوفوا هاد الكيرسور او هاد السويتش هذا فاش كاين المشكل. كما كتشوفوا هو فاش كاين المشكل. اذا على بركه الله نسدو الخيط ديالنا بعدا ونطلع الخيط ديالنا كما كان، ندخل لنا الكويه بسم الله على بركه الله. طريقه سهله ديال السدور، ما كاينش اللي ما عارفش يسدي سهل السدور. خصكم ما تردوا البال لهاد الدخان ديال سميتو، راه كنت درت واحد الفيديو على كي دير تجر داك الدخان ديال الكويا. باش ما يعميكمش العينين، لان راه صعيب العينين، ديروا الحذر. شوفوا هذا واش شاد تا هو مزيان، انا نعاودوا ليه تا هو، عاودوا ليه تا هو، حلينا حلينا يتعاود تا هو. كما قلت لكم هاد الميكروات راه مزيانين، راه مزيانين المسجد صراحة، راه فيه دوز الصوت مخير كيشكروه الناس، ولهذا مزيان المسجد، مزيان القراءة ديال القرآن إن شاء الله. احنا عاودنا تال هذا، شقة شي ناضي زوين. اذا بقى لنا السويتش هذا، نشوفو شوفو قضية ديال هاد السويتش. غنديرو ركبو الحجرة باش نشوفو، حيد عليها دابا البنسة ديال لهي. اذا كما كتشوفو هنا الزائد والناقص راه باين، ها هو الزائد وها الناقص. الناقص ديما تيكون توا في هاد الحجرات هادو، والزائد كيكون نتوا في الاخر. فوالا كما كتشوفوا فاش دير ليه هكا، شوف كدوز ليه واحد النبطه ديال الضوء باش يبان لكم هاد السويتش واش خدام. خصو دير ليه هكا يبقى شاعل. فوالا هانت كما قلت لكم ما جبتش البياسه ديال باش انا نتيستيو، ولكن فوالا كما كتشوفوا دا هو شاعل. هادشي تشوفوا واش ما كدازش لاماس، نعودو ليه للدون نشوفو الله يرجع لبلاصتو. نجيبو شويه ديال الغزينه ونديروها الماده غنيه التعريف باش ما يتزداوش. هادا يحيدو الحجره فاش بغيو تخدمو، شد الغزينه هكا باش ما يتزداولناش للدون. بقى مرضنا بقاو نضرب، ها هادي ما كتخليش للدون يتزدا. نعاودو نسديو هادشي على الله كما يهدي الله. كاع بلايص ديال السويتش إلا عاودتو ليه، سي بون تبان مزيان. وديرو بارطاجيو لايك، وديرو لايك تتفرجو، ديرو لايك مبقاوش غتفرجو صافي. شتو تنصاوبو راسكم دابا نتوما تديروش لايك. مزيان على بركة الله، نشوفو واش غيتشعل. كيما كتشوفو هي شعلات، أنا غنعاود نحيد الحجرة. شوفو شتي، تقدر حتى داك البريك هكا يقدر يبقى يدوز. إذا عاودنا ليه للدون هنا، الله كما يخدم إن شاء الله. تمنوا تبارطاجيو وديرو لايك، يلا تعاونوا مع القناة باش نزيدو لكم في الجديد إن شاء الله، ونزيدو في المعرفة.